اهلا بكم في حلقه جديده من ريمونتادا، ونبدا اخبارنا من الدوري الممتاز. والزمالك خسر قدام امبي بنتيجه 2-0 في الجوله 21. سجل ثنائيه امبي رفيق كابو وعلي فوزي، وبيرفع امبي رصيده للنقطه 20 في المركز ال14، وبيتوقف رصيد الزمالك عند النقطه 33 في المركز الخامس. فريق فيوتشر بيحقق فوز مهم على حساب أسوان بنتيجة 2-1 بعد ما غاب عن الانتصارات في آخر ماتشين، وبكده فيوتشر بيرفع رصيده للنقطة 42 في المركز الثاني، وبتوقف رصيد أسوان عند النقطة 25 في المركز ال 12 بالدوري. وهتستكمل بكرة الاثنين الجولة 21 للدوري ماتش بيراميدز والبنك الأهلي، واللي اتنقل لملعب المقاولين بسبب صيانة استاد القاهرة. بيراميدز أعلن قيمته لماتش بنك الأهلي، وبيغيب عنها رمضان صبحي للإصابة وأحمد فتحي للإيقاف، وبيعود الحارس محمد أبو جبل لصفوف البنك الأهلي بعد ما تعافى من الإصابة. رابطة الأندية حددت النهاردة يوم الثلاثاء الجاي موعد لإجراء قرعة بطولة كأس الرابطة، وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب في النسخة الحالية واللي بيحمل لقبها فريق فيوتشر. ونروح لأخبار النادي الأهلي، والفريق بيستأنف تدريباته في جنوب أفريقيا استعدادا لماتش القطن الكاميروني يوم الجمعة اللي جاية في دوري أبطال أفريقيا. وشارك حسين الشحات لاعب الأهلي في التدريبات، وبيسابق الشحات الزمن عشان يقدر يشارك في ماتش القطن بعد رجوعه من الإصابة. وأعلن الجهاز الطبي أن المدافع خالد عبد الفتاح بقى جاهز لماتش القطن بعد ما تعافى من الإصابة في الركبة. المدافع محمد عبد المنعم أصبح مهدد بالغياب عن ماتش القطن بسبب الإصابة في العضلة الضمة، واخد عبد المنعم لاختبار طبي بكرة الاثنين عشان يتحدد موقفه ومشاركة في تدريبات الأهلي. وهيسافر الأهلي الكاميرون يوم الأربعاء الجاي بعد معسكر أوسايا في جنوب أفريقيا. نروح نشوف تقرير عن آراء الجماهير وردود فعلها اللي لسه مستمرة بعد هزيمة الأهلي قدام سان داونز، ونرجع لكم مرة تانية. والله انا شايف ان اللعيبه نفسها مش ما عندهاش دافع ان هي تكسب اصلا، كله بيقضي بس واجب ان هو خلاص بقى لعيبه موظفين. يعني بصب عامل كبير قوي على الشناوي بصراحه، سواء تركيزه في الماتش او كلامه قبل اللقاء بمناسبته، يعني ككابتن فريق. المدرب المفروض ان هو يختار لعيبه كويسه وان هو يدربهم كويس قوي. يعني سان داونز فرقه كويسه جدا، فرقه صعبه جدا، فانت لازم تلعبها بالتكنيك اللي مقابل ليها، ما تلعبش بالتكنيك اللي بتلعب بيه اي ماتش. المدرب ما فيش فكر كوره خلاص، هو كده خلص اللي عنده. ونروح لاخبار نجومنا المحترفين، ومحمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي تعرض للسرقه، وتقدم واحد من قرايب نجمنا محمد صلاح ببلاغ للنائب العام بياكد ان فيله نجم ليفربول في القاهره اتعرضت للسرقه. وفي الدوري الفرنسي بيعود مصطفى محمد مهاجم نانت للتسجيل بعد غياب، وسجل مصطفى محمد هدف التعادل لفريق نانت في ماتش نيس اللي خلص بنتيجة 2-2 في الدوري الفرنسي. مصطفى محمد أحرز هدفه التاسع في الموسم الحالي، ورد على أنباء رحيله عن نانت وعدم تفعيل بند شراء عقده. وشارك إمام عاشور مع فريق ميتلند في الماتش اللي خسره قدام لومبي بنتيجة 1-3 في الدوري الدنماركي. إمام عاشور لعب أساسي في تشكيلة ميتلند وشارك لمدة 63 دقيقة قبل تبديله، وما قدرش إمام عاشور أن يسجل أو يصنع لفريقه اللي خسر قدام متزل ترتيب الدوري الدنماركي. وبكده انتهت أخبارنا النهاردة، ولسه مكملين حلقتنا بعد الفاصل مع كابتن ميدو.